فعلاً جاء القاسم الانتخابي وواجهه نوع من الاستياء بالنسبة لأحزاب ونوع من الغيبطة والسرور بالنسبة لأحزاب أخرى. كل ما يمكن أن أقوله على حول القاسم الانتخابي هو أنه آلية من آليات الانتخابية التي تساعدنا على وصول الغايات المتوخاة من الخيار الديمقراطي الذي عرفه المغرب. وعندما نتحدث عن التعددية السياسية كشعار ديمقراطي تقول به جميع الأحزاب السياسية، يجب تطبيقه على أرض الواقع لأنه لم يطبق. وكملين كما كان عرفوا أن طيلة حكم صاحب الجلالة منذ 1999 إلى اليوم فقط 6 أحزاب هي التي تمثل المغاربة في قبة البرلمان، وبالتالي ولكن ملي كنجيو نشوفوا العدد ديال الأحزاب على المستوى الوطني كاين 35 حزب. إذا أين تمثيل أو لا أين هي سياسة التعددية السياسية؟ هذا القاسم الانتخابي يخول له أن مشاركة جميع الأحزاب ما تبقاش كما يقال عنها أنها دكاكين فقط انتخابية موسمية، تتحول إلى أحزاب تساهم في تعطير الثقافة السياسية لدى المواطن وتساهم كذلك في الرفع من الخيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب. كذلك فيما يخص الخيار هذه الآلية ديال القاسم الانتخابي، ملي كنشوفوا الحزب الواحد اللي تضرر منها وبالتالي أبان عن استيائه الغير المبرر، أنا أقول غير المبرر، هذا القاسم الانتخابي في وقت من الأوقات كان في صالح هذا الحزب هذا الذي تضرر، لأنه في 1997 كان عنده 9 المقاعد، تحول بطريقة آلية انتخابية إلى 45 مقعد في 2002. وبالتالي هنا شنو المشكل؟ إذا كنا نريد الخيارات الديمقراطية المتمثلة في التعددية السياسية، في المشاركة السياسية، كذلك في التمثيلية ديال النساء، في التمثيلية ديال الشباب، لن تظل هذه فقط شعارات، ولكن يمكننا أن نفعلها على أرض الواقع بالآليات الانتخابية اللي هي نظام اللائحة، نظام الفردي، القاسم الانتخابي سواء على عدد المسجلين أو عدد المصوتين. إذن هذه هي الفلسفة الحقيقية من خلال هذا القاسم الانتخابي بكل حيادية، ما نقراوها شي من الجانب المصلحي لحزب معين، ولكن خصنا نقراوها من الجانب ديال المصلحة العامة والخيار الديمقراطي اللي نهجوه.